سابقة في تاريخ الجزائر والمؤسسة التشريعية، المعارضة وبالضبط التيار الإسلامي تصل إلى رئاسة الغرفة السفلى بالبرلمان. سليمان شنين من حركة البناء الوطني. مرحلة ما بعد 22 فبراير بدأت تتضح معالمها بالانفتاح على الشراكة بين كل التيارات، شريطة المرور على الصندوق. ومراقبون يؤكدون أن اختيار السلطة لتيار رئيس مجلس الشعبي الوطني كان من باب درايتها بالتمثيل الواسع لهذا التيار بالجنوب الكبير والهضاب العليا. ويبدو أن الذين يعني دفعوا إلى هذا الخيار أو شجعوا عليه يريدون إيصال أن رسالة إلى الحراك وإلى الطبقة السياسية أن مرحلة ما بعد 22 فبراير ليست كمرحلة ما قبل 22 فبراير، وبأن الجزائر الجديدة سيكون فيها شراكة بين كل التيارات السياسية سواء كانت وطنية أو إسلامية أو ديمقراطية، شريطة أن تكون منتخبة تمر على صناديق الانتخاب. الماسك بمقاليد السلطة في البلد يعرف حقيقة تمثيل كل تيار، بل أن هناك حتى إحصائيات أنه في مناطق الهضاب العليا وفي الجنوب هناك تفوق لهذا التيار. تنازل ونية في التغيير مع التخلي عن الأحزاب التقليدية التي طردها الشعب، أحزاب السلطة التي عمرت في الحكم العقدين تفقد مكانتها، ويرتقب تغيير الخريطة السياسية للأحزاب حسب خبراء في ظل الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد مع حل البرلمان بالذهاب نحو الانتخابات التشريعية. السلطة تتابع الأمر ولديها المعطيات، هذه أحزاب الموالاة خصوصا الأفلان والأرندي تآكل رصيدها وأصبحت عبء، تبحث على تمثيل آخر ربما في تيارات أخرى وتبحث على نخبة سياسية بديلة. نعم هي تنازل، الآن نشاهد ملامح خارطة سياسية ستكون أكثر بروز في الانتخابات القادمة سواء كانت الرئاسية أو التشريعية المسبقة. المعارضة وبالضبط الوافد الجديد على ترأس مبنى زغوت يوسف أمام مسؤولية تثبيت الضمانات الخاصة بمشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات للذهاب نحو الرئاسيات واقتراع الرئيس الجديد ومنه طي صفحة الانسداد.